المشاهدون الأفاضل تحية طيبة، وبعد نلتقي وإياكم في موضوع ذي أهمية بالغة في مدرستنا المغربية، إنه موضوع المهارات الحياتية. إننا نعيش اليوم في عالم متغير بسرعة لعدة أسباب، أهمها مشكلات الانفجار الديموغرافي ومشكلات التغير المناخي والتلوث البيئي والتصارع التقني والانفجار المعرفي والعلاقات البشرية المعقدة. هذه التغيرات رافقتها حاجة ماسة لتغيير نظم التربية التقليدية والبحث عن نظم جديدة تواكب العصر. وقد اختارت دول عديدة تبني التعليم المستند إلى المهارات الحياتية، بما ينمي الإمكانات البشرية للمتعلمين ويزودهم بالمهارات الضرورية لمواجهة ما يتعرضون له من مواقف وتحديات من مرحلة الطفولة إلى البلوغ، ومن المدرسة إلى العمل، ومن التنمية غير الفعالة إلى المشاركة المواطنة والمسؤولة. ويرجع ذلك إلى أن هذا النوع من التعليم يعد عنصرا مهما في جعل المتعلمين أكثر ثقة بأنفسهم، ويزيد من إقبالهم على العيش في هذا العالم وتقبل متغيراته المفاجئة، كما يرمي إلى تطوير توجهات المتعلمين إلى تبني الأنماط السلوكية والمواقف الإيجابية نحو الذات والآخر والمحيط. وقد تعمقت الحاجة هذه وظهرت استعجاليتها خلال الفترة الأخيرة، حيث تواجه الإنسانية وباء كورونا الذي قلب كل الموازين الصحية منها والاقتصادية والاجتماعية لدول المعمور. وقد قدر لبلادنا أيضا أن تدخل في مواجهة مع هذا الوباء بتضامن غير مسبوق وبظروف استثنائية عمت مختلف مناحي الحياة، وبحجر صحي اضطررنا معه إلى البقاء في البيوت حماية لظهور من اختاروا منا الصفوف الأمامية في الصراع مع هذه الجائحة، وباستمرارية بيداغوجية تكفل التعلم عن بعد لطلبة المدارس والمعاهد والجامعات. فكيف يتعامل أبناؤنا مع ظروف الحياة المتغيرة باستمرار؟ قد سمحت ظروف الحياة اليومية وأحداثها بأن نكتشف أن أبناءنا من الأطفال والمراهقين والشباب بحاجة إلى تعلم كفايات ومهارات جديدة إلى جانب ما يتعلمونه في المواد الدراسية. هم بحاجة إلى تعلم مهارات تسهم في تطوير شخصياتهم وجعلهم قادرين على مجابهة الحياة وصعابها. هم كذلك في حاجة إلى تعلم مهارات تيسر فهم النظريات العلمية في ارتباط بالتحولات المتسارعة لشرطنا الإنساني، بحاجة كذلك إلى تعلم سبل تدبير العلاقات بين الفرد والمجتمع، بين الإنسان عموما ومحيطه الحيوي من جهة ثانية، بما يبعث على الاستعداد للكوارث والأزمات وتوقع غير المتوقع. إن أبناءنا بحاجة كذلك إلى تعلم التفكير والتأمل والتساؤل في علاقاتهم بالأشياء وبالآخر وبالطبيعة، بما يسمح لهم بفهم حقيقة مشاعرهم وأحاسيسهم وميولاتهم ومواقفهم وضبطها والتحكم فيها دون نزوع إلى التعصب أو الاختزال أو التشيء. لماذا؟ لأن أساس العملية التعليمية اليوم يتجاوز الاهتمام بالعمليات المعرفية الأولية من قراءة وكتابة وحساب، إلى الاهتمام بمشاركة المتعلمين في بناء التعلمات في ارتباط بالقيم والمواقف والميول والسلوكات التي تصدر عنهم إزاء وضعيات مدرسية أو وضعيات في الحياة اليومية، أي الاهتمام بالكفايات العرضانية أو المهارات الحياتية. فهل فكرت المدرسة المغربية ووزارة التربية في الاستجابة لحاجات أطفالنا في التعامل مع الحياة وأزماتها؟ إيمانا من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بأهمية المهارات الحياتية في بناء شخصية المتعلم، عملت منذ سنتين ونصف السنة على تطوير برنامج لإدماج هذه المهارات في المناهج الدراسية بسلك التعليم الثانوي الإعدادي بدعم من منظمة اليونيسف، وفق مرحلة تجريبية أولى بأربع أكاديميات، هي أكاديمية جهة سوسماسة، وأكاديمية جهة تطوان الحسيمة، وأكاديمية مراكش آسفي، وأكاديمية الشرق وجدة. وذلك من خلال فريق وطني من المفتشين وخبراء دوليين تشرف عليهم مديرية المناهج، وفرق تربوية للمواد التعليمية بالأكاديميات المعنية،
أوكلت إليهم مهمة التفكير في سبل إدماج هذه المهارات في مختلف مسارات الفعل البيداغوجي، بما في ذلك مسار البرامج الدراسية ومسار الحياة المدرسية. فما المقصود بالمهارات الحياتية والتربية على المواطنة إذن؟ يقصد بهذه المهارات مجموعة من المهارات النفسية والاجتماعية التي تساعد الفرد على اتخاذ القرار والتواصل بفعالية وإدارة الذات، بما يساعد على مواجهة متطلبات الحياة بنجاح وإلى اندماج أفضل في الحياة المهنية، ليكون فردا أو عنصرا فعالا بشكل إيجابي ومسهما في بناء مجتمعه، وذلك وفق منظور منسجم ومتسق يتكامل فيه ما يتعلمه الفرد في المدرسة أو الجامعة أو المركز المهني مع ما يمارسه في الحياة اليومية، حيث تتوافق المهارات الحياتية مع المواقف والسلوكات والكفايات التي يحتاجها الفرد بشكل يومي، فردا له احتياجات خاصة ومواطنا معنيا بالعيش المشترك وبالحفاظ على مستقبل آمن وبالقدرة على التكيف مع تقلبات الحياة وتدبير أزماتها. لذلك ينتظم تطوير المهارات الحياتية ضمن أربعة أبعاد متكاملة ومترابطة، هي أبعاد الشخصية الإنسانية. فما هي الأبعاد الأربعة لتعلم المهارات الحياتية؟ لقد عمل الإطار المرجعي للمهارات الحياتية على تصنيف هذه المهارات في 12 مهارة تتوزع على الأبعاد الأربعة للتعلم من منظور العلوم المعرفية والبيداغوجيات المعاصرة، ويوضح ذلك التخطيط الآتي. إذ ترتكز المهارات الحياتية على أربعة أبعاد كما قلنا، حيث يوجه البعد المعرفي الأول إلى التعلم من أجل المعرفة، ويرتبط بتطوير قدرة المتعلم على فهم أفضل للعالم، وذلك عبر تعلم مهارات القراءة والكتابة والحساب وتكنولوجيا المعلومات باعتبارها قنوات أساسية لاكتساب المعرفة وأدوات إنتاجها، إلى جانب مهارات حل المشكلات والتفكير النقدي والإبداع. أما البعد الثاني فهو البعد الفعال أو البعد العملي، ويرتبط بدعم المتعلم على تطبيق مكتسباته وتعلماته على أرض الواقع، إضافة إلى تكييف هذا التعلم مع حاجاته اليومية ومتطلباتها من خلال مهارات التفاوض والتعاون وإدارة الذات. أما البعد الثاني فهو البعد الذاتي أو الفردي أو التعلم من أجل الكينونة، ويتعلق بتحقيق الذات والنمو الشخصي والتمكين الذاتي من خلال مهارات معرفية ذاتية ومهارات التعامل مع الآخر من قبيل مهارات الصمود والتواصل وصنع القرار. أما البعد الرابع فهو البعد الاجتماعي أو التعلم للعيش المشترك، فهو تعليم قيمي يعزز رؤية المتعلم للمواطنة والعيش المشترك من خلال قيم المشاركة والتعاطف واحترام التنوع، ويشكل هذا البعد الأساس القيمي للأبعاد الثلاثة السابقة. كيف تتكامل المهارات الحياتية فيما بينها؟ إن التعلم في ضوء المهارات الحياتية لا يقتصر على البعد المعرفي الإدراكي فحسب، بل يتعداه إلى البعد العملي الإجرائي من خلال وضع التعلم النظري موضع التنفيذ في السياقات اليومية، واستجابة لمتطلبات سوق العمل المتغير باستمرار، وكذلك تطور العلوم المعرفية باستمرار. ثم إلى البعد الفردي الذاتي الموجه لتحقيق الذات والنمو الشخصي والتمكين الفردي، إضافة إلى البعد الاجتماعي القيمي المرتبط بتعزيز التعلم من أجل المواطنة وقيم العدالة والديمقراطية، بما يحقق التماسك الاجتماعي والتنمية المستدامة. لذلك لا ينبغي اعتبار أبعاد التعلم الأربعة معزولة عن بعضها البعض، وإنما هي متكاملة متفاعلة بشكل دينامي بما ينسجم مع شخصية الإنسان الحديث ويعزز حاجته إلى التعلم مدى الحياة. لذلك كانت نقطة التحول الأساسي في من منظور المهارات الحياتية هي التحول نحو الجودة في التعليم والتعلم، أي توجيه التعليم والتعلم إلى مختلف أبعاد شخصية الفرد بدل اختزالها في البعد المعرفي فحسب، وهو ما يتقاطع أيضا مع بيداغوجيا الكفايات في حرصها على تأسيس حالات ثابتة عند المتعلم وجعل إنجازاته ممكنة وملحوظة في شكل قدرات ومهارات تسمو على المعرفة وتستقل عنها. وتتبلور هذه المهارات أو القدرات في إطار المواد الدراسية أو في تفاعلها فيما بينها أو في مجالات أخرى موازية لها. لذلك فالمهارات الحياتية
تشكل محتويات تعليمية يمكن أن يكتسبها المتعلم بمقدار ما يكتسبه من المعارف التي قد تكون مجزأة أو مفصولة عن مصادرها أو معزولة عن الفائدة المرجوة منها أو فاقدة للمعنى إجمالا. كما أن تطوير هذه المهارات الحياتية ليس قصرا على مرحلة تعليمية بعينها، وإنما تتطور هذه المهارات مدى الحياة في مختلف الأسلاك والمراحل والمستويات المدرسية منها والجامعية وكذا المهنية. ما العمل ليتمكن أطفالنا من المهارات الحياتية اليوم؟ ليتمكن أطفالنا من المهارات الحياتية يتطلب منا ذلك خلق وعي جمعي لدى الأطر التربوية والإدارية، وذلك من خلال تصور هذه المهارات غير منفصلة عن المعارف التخصصية والمواد الدراسية، بل هي جزء منها وتتطور في ضوئها بشكل نسقي من خلال مقاربة بيداغوجية تستهدف أولا تغيير أساليب التدريس وطرقه ومنهجياته، كما تستهدف أيضا تغيير نظرتنا للتربية والتكوين والانتقال من منظور التلقين والشحن إلى منطق التعلم وتنمية المهارات. فمثلا فنحن لا نتعاون بشكل مطلق، ولكننا نتعاون بخصوص عمل نقوم به بقياس معناه بالمعارف التي يحتوي عليها، كما أننا لا نحل المشكلات دون المعارف الضرورية واللازمة لحلها. أيها المشاهدون الأفاضل، لتقريبكم أكثر من برنامج المهارات الحياتية والتربية على المواطنة، يسرنا أن نقدم لكم بعد هذا اللقاء التقديمي سلسلة لقاءات أولى من 12 حلقة باللغتين العربية والفرنسية موجهة للأطر التربوية والإدارية، بغاية التواصل معها وإطلاعها على البرنامج ومكوناته وكذا خلفياته المعرفية والبيداغوجية والديدكتيكية في بناء التعلمات والأنشطة. وستليها سلسلة ثانية من 12 حلقة أخرى موجهة للمتعلمين والمتعلمات، تعتمد على تقديم أنشطة تطبيقية للمهارات الحياتية في المضامين والمواد الدراسية بهدف تعرف المتعلمين على البرنامج وعلى كل مهارة من مهاراته وفق الإطار المرجعي وفي علاقتها بالمواد الدراسية والحياة المدرسية وسبل تنميتها. إلى هنا خطوتنا الأولى قد انتهت لتبدأ رحلة الألف ميل مع المهارات الحياتية، فكونوا في الموعد وإلى اللقاء. سيدات السادة الكرام، في ربوع الوطن الأغر سياقنا العام في هذه الكبسولة ينطلق من التطورات التي يعرفها عالمنا الكوني، متغيرات حول عالمنا المقلق وما يشهده من خلل وتوترات تؤثر سلبا على شبابنا، بل إن الكثير من أنظمتنا التعليمية تعجز أحيانا على مواجهة هذا التطور، خاصة إذا رأينا أن معارفنا تظل خزانا معزولا عن الحياة، أو أننا ندرس معارف مجردة تحيل على ذاتها فنهمل بذلك القوة العملية للمعارف ونركز فقط على استظهارها وإنجاز تمارينها. وحاجتنا الآن ملحة إلى جودة التعليم، فمن هذا السياق يأتي إدماج المهارات الحياتية والمواطنة بالسلك الإعدادي في أفق توخي هذه الجودة، وبالتالي جعل هذه المعارف المدرسة ذات قوة عملية. فالتلميذ شخص قادر على مواجهة الحياة المعقدة والمتوترة، منخرط كذلك في الحياة الاجتماعية والمواطنة. بالنسبة للمدرسة فهي منفتحة على القيم التي تقاوم العنف والفردانية، وتنمي الوعي بضرورة العيش في المجتمع والحاجة للغير. تحيلنا مجموع المهارات الحياتية على ممارسات اجتماعية وعلى وضعيات وجودية بجانب المعارف، تعلمنا الأنماط العميقة للعلاقات الإنسانية، وحتى نعيش عيشا مشتركا واعيا فالمهارات الحياتية تمكن الشخص من اكتساب القيم والمواصفات التي تنمي فيه هذا الوعي، وهي ليست بديلا للمعارف المدرسية، لكنها تبحث عن سبيل يجعل تلك المعارف تخدم التربية أكثر
غنى وواقعية، لذلك فهي تمنح الشباب المعرفة والقدرات والقيم التي تعزز المواطنة الفاعلة والقيم المشتركة. فنحن أمام ابتكار وضعيات بيداغوجية موقظة للوعي، والتي تسمح أولاً باختبار التلاميذ في القوة العملية للمعارف المتعلمة والوعي باهتمامهم، ثانياً تهيئة التفكير التدريجي في طبيعة المعرفة، ثالثاً انخراط التلاميذ في تحويل المكتسبات والتمرن عليها في الحياة المدرسية أولاً بعدها في الحياة اليومية. فماذا نعني بإدراج المهارات الحياتية والمواطنة في المواد الدراسية؟ سوف نركز على تكوين المواصفات والكفايات والقيم التي تتطلبها الحياة في المجتمعات المعاصرة، فيغني حياة الشخص ويمكنه من التفتح والنجاح، ثم يهتم بالقوة العملية للمعرفة ويربطها بمتطلبات الحياة اليومية. المهارات الحياتية ليست بديلاً عن المعارف المدرسية، بل تحقنها بمعارف محيلة على وضعيات في الحياة الشخصية للأفراد والحياة الاجتماعية المتصلة بالوسط الثقافي. فهي إذن مواقف وتصرفات وكفايات يحتاجها الفرد في حياته اليومية ليعيش في مجتمع كمواطن حريص على العيش المشترك. فالتحام ما يتعلم في المدرسة وما يعاش في الواقع يجب أن يصبح أجرأة. ثم إن دليل مصطلح المهارات الحياتية تطور ونمو على امتداد الحياة، وتعد كفايات نفسية اجتماعية ممتدة تندرج في 4 أبعاد: معرفية، عملية، فردية، واجتماعية. ولقد احتفظت منظمة اليونيسيف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ب12 مهارة مفاتيح متكاملة فيما بينها ومنتظمة في مجالات 4: مجال التعلم، مجال العمل، مجال بلوغ الاستقلالية الشخصية، مجال المواطنة الفاعلة. ونظامنا التعليمي المغربي يراهن رهانا مضاعفا لتمكين التلاميذ من تحسين أدائهم التعلمي والتعليمي، وفي الآن نفسه أن يتصرفوا كمواطنين مسؤولين. وسنختار لكم من بين المهارات 12 مهارة التعاون، ونحاول تسليط الضوء عليها. فالتعاون هو أن يضع الفرد إمكاناته في خدمة المجموعة، أي مجموعة العمل، من أجل بلوغ هدف مشترك. ويقوم هذا التعاون على تضافر جهود التلاميذ بشكل تلقائي لإنجاز مشروع جماعي أو مهمة مشتركة ضمن خطة تشاركية نبغي من ورائها بلوغ أهداف مرسومة. فقبول تعاون التلميذ مع غيره من التلاميذ تحقيق لهذه المهارة، أو معرفة اختيار التلميذ الذي سيتعاون معه في مادة معينة لتحقيق نجاحه تحقيق أيضا لهذه المهارة. قبول التعاون مع أي واحد من التلاميذ بسهولة تامة يحقق المهارة. إذن فلا بد من مؤشرات تدل على تحقيق هذه المهارة. نبدأ بإبداء الفضول المعرفي، ثم المشاركة الفعالة في إنجاز المهمة، ثم الانخراط في المجموعة لإنجاز المشاريع، ثم تقاسم المشاريع والمعلومات، ثم تدبير كل ما هو علائقي، تقدير العمل الشخصي وعمل الغير، ثم حل النزاعات ضمن المجموعة. ولرصد بعض أو كل هذه المؤشرات يجب معرفة التصرف القائم على التجنيد والاستعمال الفعال لمجموعة من الموارد، لأنها تستعمل بكيفية مدمجة بين ما هو معرفي ومفاهيمي وقيمي، لأن إنجازها يعتبر مهمة مركبة. وسوف نقوم بتكييف كل العناصر مع طبيعة المادة الدراسية.
وسنخلص إلى الأثر الذي يحمل كل موادنا الدراسية من معارف إلى معارف وقدرات ومواقف، كما في الفصل إلى فضاء المؤسسة التعليمية إلى المجتمع الصغير أي الأسرة، ومنها إلى الممارسات الاجتماعية داخل الوطن. إذن طبيعة تركيبها من حيث هي كفايات نفسية واجتماعية تساهم في العمل التعاوني وتدعو للتفاعل الإيجابي بذهن منفتح، بل وتقوم المشاركة في العمل انطلاقا من المساهمة الفردية في تأثيث العمل المشترك والبدء بالمشاركة الفعالة في أنشطة القسم والمؤسسة، ثم استثمار الاختلاف للوصول إلى هدف مشترك. يمكن أيضا أن نخطط للعمل مع الغير وننجزه، أو أن ننجز العمل طبقا لقواعد وضعتها المجموعة، ثم يمكن لنا أن نتعرف على الوضعية الجد ملائمة للتعاون. فبعد المشاركة ننتقل إلى التفاعل، فنقبل الغير بمواصفاته ومعرفة مجال اهتمامه وحاجاته، نساهم في تبادل وجهات النظر، ننصت للغير، نحترم الاختلاف، نكيف سلوكنا مع الأشخاص ومع المهام، ندبر الاختلاف، ثم نمر لمرحلة متقدمة فنقوم مساهمتنا الذاتية في العمل التعاوني، نقيس تحديات العمل التعاوني ورهاناته، نقيس أيضا تأثير العمل التعاوني علينا وعلى غيرنا. إذن فحينما نريد إدماج المهارة ومهارة التعاون كمثال في كل وضعيات التعلم والتعليم، فلا بد أن تتم بكيفية منسجمة مع كفايات المواد الدراسية. فالوضعية قد تكون مركبة أو تتخذ أشكالا متعددة، إما مشروعا كان أو وضعية مشكلة أو غيرهما. يمكن أن تكون الوضعية مرتبطة بتعلم الفرد، أي نشاط الفرد الذي قد يكون معرفياً، إجرائياً، عاطفياً أو اجتماعياً. ويمكن أن تكون الوضعية مرتبطة بالتدريس من خلال مهمات يقترحها المدرس على التلاميذ، خاصة وأن التعليم المدرسي مهمات يعدها المدرس ويقدمها لتلاميذه، وهي في نفس الوقت نشاط تلاميذي يجيب فيها التلميذ على مهمات متعددة، إشكالات، حجج، استثمارات، تأملات، إبداعات وما إلى غيرها. فشروط إدماج المهارة يجب توضيحها قبل التفكير في إدماجها. فنضع التلاميذ في مجموعات مكونة من 4 إلى 6 أفراد، شريطة توزيع الأدوار بين المتعلمين والوصول إلى نتيجة موثوق بها. وفي توزيع الأدوار يجب التنبيه على التناوب على الأدوار والمهمات حتى نضمن النمو والمشاركة لكل أفراد المجموعة. فخلق المدرس في القسم للتفاعل يمنح امتيازا إيجابيا للتنشئة الاجتماعية. فتحكم المدرس في خصائص مهارة التعاون يقر بإدماجها قبل الحصة، يخطط لوجود نشاط ميتا معرفي بعد الحصة، يسعى المدرس لإيجاد تقويم ذاتي أو بالقرين، وقد يستثمر المهارة في سياقات جديدة. ثم إن إغفال أحد هذه العناصر قد يسقطنا في إدراج أو تحليق حول المهارة وليس إدماجها، لأن وضعيات إدماج مهارة التعاون أو المهارات الأخرى تتوقف على التفاعلات التي يخلقها الأستاذ داخل القسم ليمنح أهمية للتنشئة الاجتماعية، وقد تلتقي في ذلك مهارة التعاون مع مهارات مرتبطة أو مضمرة أو مدمجة مع مهارات أخرى كالمشاركة والتفاوض
واحترام النوع، لكن ترتبط جميعها بطريقة تنظيم القسم. إذن كلما كانت الفكرة واضحة لدى المدرس عن معنى المهارة بمعنى المشاركة الفعالة في تقديم إنجاز المهمة، فيأخذ دوره الرسمي إما في تدبير الكلام أو تدبير الزمن، ومجال تدخله يمكن أن يقدم تبديدا لتوتر معين، أو بحثا عن توافق قريب، أو فسح مجال لتعبير عن أفكار أو نقد أو قبول رأي آخر. فالإدماج إذن يتحقق إن تم الاشتغال على مؤشر من هذه المؤشرات داخل القسم، لنصل لمدى تقويم التلاميذ في درجة تحكمهم في كل أو جل هذه المؤشرات.